هل هي متعة أم قسوة أم قدر أنك عشتي رحلة عمر بلا أولاد؟ لا، هي لويس وأنا تناقشنا في بداية زواجنا من 27 سنة، ولويس يعني كان نظرته للمستقبل أوسع مني، فسألني هل لما أنا أجيب طفل أجيب دادة تربيه؟ لا، لحد على الأقل 12-13 سنة أقعد جنبه، دي حاجة متطلبات الحياة بشخصياتنا المستقلة الحرة اللي لا تقبل الانحناء غلط، ولا تقبل انها تزل ولا تتنازل. الطفل ده مسؤولية، كيف تربيه، منين تصرف عليه، و و و انت عارف ان معظم الناس فاكرين اني انا ما بجيبش اولاد، مش صحيح، انما هذا هو السبب الحقيقي. كان لازم اترك التمثيل نهائيا، لازم عندي طفل لا اسلمه لغريب، ما اقدرش. وانت عارف اصلي، وحسيت من شخصيتي انها قد كده فيرم بتاع. ثانيا، متطلبات الحياه، وكان جوزي شايف المستقبل اللي احنا وصلنا له النهارده، الحاجه الغاليه، المدارس، الطبيب، الادويه، كله غالي. فيدوب احنا باللي بنكسبه قادرين نعيش، فازاي انا كان ممكن اطلع بنت او ولد بالمستوى اللي احنا عايشين بيه المادي؟ ازاي؟ كان لازم اعمل تنازلات ما اقبلهاش. هل ادخرتي شيئا لشيخوخة بلا متاعب؟ الجمهور، اسمي، ويعني ربنا يخلي لي رئيس، بس ده كل اللي أملكه في الحياة. ولا تقصد ادخرت مع بمعنى ايه؟ مال؟ ما هو يا مفيد، بص يا حبيبي، الموظف ده غلبان في مصر، وبعدين اكتشفت ان ليك انك تختار. اذا انت عايز تعمل ثروة لازم تعمل تنازلات، وارجو ان الناس ما تزعلش مني، بس ده اللي انا ماشي عليا. يعني انا اي نص فيه اي كلمه مش عجباني ارفضه، ما وريش مسؤوليات، ما عنديش اولاد، ما عنديش شيء اخاف عليه غير جوزي وبيتي، وده تتدبر. فليك انك تختار، يا اما تقعد تقبل يمين وشمال وتعمل زي ما ناس كتير، يعني مصر مش فاهمه، مصر فاهمه الناس هنا كويس قوي، الناس اللي بتاخد يمين وشمال والحاجات دي. فليك انك تختار، يا اما ترضى بقليلك وتطلع 69 سلمه، يا اما تسكن في عماره وتدفع 200,000 ولا مش عارف، حاجات ارقام رهيبه الواحد انا ما شفتهمش، انا نفسي اشوف الكم ده من الفلوس شكله ايه. فليك انك تختار، يعني مش سهل، انما انا بعتقد رصيدي مش وحش اطلاقا، احترامي مع الناس. يعني انا حتى وانا لسه قبل، يعني ولسه صغيره، لما كنت امشي في الشارع والناس مثلا عايزه تعكسني ولا حاجه يعكسوني، يقولوا لي يا استاذه، انا مش هنساها ابدا، مش هنسى الكلام ده ابدا. فده رصيد، ما تفتكرش انه وحش، لان برضو بحس ان انا مش فقيره برضو، يعني بحس ان نظره الناس ليا، معامله الناس ليا لما بيشوفوني ايه، انا امشي في الشارع، ربنا يخليك لمصر، صدقني بيقولوا لي الكلمه دي، صدقني، روحي يا شيخ، ربنا، وايه ست لابسه جلابيه بسيطه طيبه، انت فين، عايزين نشوفك بقى، روحي يا شيخ، ربنا يخليك لمصر. دي عندي بمليون، يعني